كيف تكون سعيدا؟ وجهة نظر فلسفية. مرحبا بكم على قناة إنيفيرساليس للثقافة والفن مع ورش الفلسفة للجامعة. خلال هذا اللقاء سنحاول أن نطرح سؤالا إشكاليا، هو كيف تكون سعيدا؟ السعادة، كيف نشرح هذا المفهوم؟ كيف نفهمه؟ هل السعادة التي أريدها أنا هي نفسها التي تريدها أنت؟ هل أجد السعادة في نفس الأشياء التي تجد فيها أنت السعادة؟ ظلت السعادة إشكالية فلسفية خاض فيها فلاسفة الإغريق القديمة، ولازالت تطرح عند الفلاسفة المحدثين، وسيستمر طرحها أكثر بالنظر إلى التحديات التي تواجه الإنسان الحالي. سوف لن نخوض في نقاش فلسفي متفرع حول السعادة، وإنما سنقدم رؤية فلسفية جمعت مجموعة من الفلاسفة الإغريق تحت لواء مدرسة فلسفية عرفت باسم المدرسة الرواقية. عندما نقترب من هذه المدرسة يلفت انتباهنا اختلافها عن باقي المدارس الفلسفية، إذ قدمت لنا فلسفة عملية بعيدة عن مجرد التنظير. والرواقية هي مذهب فلسفي تأسس في اليونان القديمة على يد زينون السيشومي أو الرواقي أي المشاء. الرواقيون هم الفلاسفة المشاؤون. نشأ هذا المذهب مع بداية القرن الثالث قبل الميلاد، وطرح الرواقيون فكرة أن المعرفة لا يمكن أن تتحقق من خلال استخدام العقل، فالحقيقة يمكن تمييزها عن الخطأ إن أمكن ذلك في الممارسة العملية فقط وبشكل تقريبي. إذن في الإغريق القديمة نشأ المذهب الرواقي في القرن الثالث قبل الميلاد، وهو في الأصل وريث الفلسفة الأفلاطونية، ولكنه سيصبح فلسفة عملية. فالرواقية ليست مذهبا فلسفيا فقط، وإنما هي فن العيش، لأن بالنسبة للرواقيين نفهم العالم ما هو إلا المرحلة الأولى في اتجاه الهدف الحقيقي من وجودنا، وهو أن نكون سعداء. إذن الرواقيون يرون بأن فهم العالم هو سبيل الوصول إلى الهدف الذي نعيش من أجله، اللي هو تحقيق السعادة. وسنقترب أكثر من مفهوم السعادة عند الرواقيين من خلال عرضي وتفسير مجموعة من المقولات الفلسفية التي تمثل المفتاح السري لدى الرواقيين لحياة حكيمة وسعيدة. وأتمنى أن يكون هذا العرض محفزا لكم لاكتشاف هذه المدرسة الفلسفية الجميلة. نبدأ بهذه المقولة: لا تنتظر حدوث الأحداث بالطريقة التي تريدها أنت، بل قرر ما تريد أن يحدث وستكون سعيدا. إن الفلسفة الرواقية قائمة على فكرة بسيطة جدا نلخصها في قولهم: العالم عقلاني. وعندما نقول إن العالم عقلاني، يعني أننا نقول إن كل الأحداث التي تقع هي نتيجة لتسلسل مجموعة من الأسباب والآثار، وبعبارة أخرى أن كل ما يحدث يجب أن يحدث. ولكن نحن نتعامل مع ما يحدث بعاطفتنا، فنفرح عندما تكون الأحداث في صالحنا ونتذمر ونشكو حينما لا توافق تلك الأحداث انتظاراتنا ورغباتنا. ولكننا لا ندرك أن بهذه التصرفات نصبح أسرى لخيبة الأمل. تفعل فينا ما تشاء
وبالتالي نحكم على حياتنا بالألم والمعاناة، لأننا نريد أن تكون جميع الوقائع والأحداث في صالحنا، إلى درجة أننا نصبح عبيدا للأحداث ونرهن سعادتنا بما يجب أن يقع حسب ما نريد. إذن الرواقيون يدعوننا إلى تبني موقف عقلاني تجاه ما يحدث، أي علينا أن نفهم أن كل ما يحدث له سبب حدوث، وبالتالي علي أن أقبله كما حدث. وهكذا حسب الرواقيين أصل إلى السلام الداخلي وأتذوق فرحة الانسجام مع العالم. مقولة أخرى من مقولات الرواقيين: في الصباح وأنت خارج من منزلك قل في نفسك أنك ستقابل شخصا طائشا ناكرا للجميل، وقحا مخادعا وأنانيا حسودا. بالنسبة للرواقيين، إن سبب ألمنا يوجد في انتظاراتنا مقابل ما يوجد في العالم الخارجي، وهكذا نجعل سعادتنا رهينة بعوامل لا نتحكم فيها، وبالتالي ستكون نتيجة عكس هذه الانتظارات. حينما لا تطيع الأحداث السيناريو المثالي الذي نأمل أن يتحقق، إذن وأنا خارج من المنزل لدي انتظارات وأتوقع أن تتحقق هذه الانتظارات، لكن فأنا لا أعرف ما يوجد في العالم الخارجي، لذا يمكن ألا تتحقق انتظاراتي. من هنا يذكرنا الرواقيون بأن العالم هو هكذا، هو محبط غير تام. حينما نريد أن يكون العالم بدون أخطاء فإن ذلك ضرب من الوهم والهذيان. حتى الطبيعة البشرية مليئة بالعيوب، يوجد فينا الأنانية والغرور والشر والنفاق، وعلينا أن نعيش مع هذه العيوب، علينا أن نتقبلها لأنها موجودة. إذن علينا أن نقبل العالم كما هو، ونقبل الطبيعة البشرية كما هي. وعندما نريد أن لا تكون الطبيعة البشرية كما هي فذلك ضرب من الخوض في المستحيل. فعندما نستعد ذهنيا على تقبل العيوب الموجودة في الطبيعة البشرية سنتخلص من كل الشحنات والمشاعر السلبية. إن تقبل ما لا يمكن تغييره سيمنحنا شحنة جديدة فيها الكثير من الراحة النفسية. مقولة أخرى من مقولات الرواقيين: الذين يسعون إلى تحديد معالم فن العيش. تقول مقولة: النفس البشرية هي حلبة تتصارع فيها قوتان، العقل والعواطف. فحسب رواد هذه المدرسة الفلسفية، العواطف تعبث بأحكامنا وتبعثرها، فنسقط في الكثير من الأحيان في المبالغة والمغالاة. نظن أننا نحكم على الأشياء بعقلانية، ولكن في الحقيقة ما هو إلا شعور يقود أحكامنا. نحن مقتنعون أننا على المسار الصحيح، غير أن المشاعر هي التي تتحكم فينا وتحركنا. وعندما لا تتحقق انتظاراتنا بسبب هذا التحكم للمشاعر فنسقط في الغضب، وهذا الغضب يجعلنا نفقد كل منظور للأشياء.
لأن الغضب يبحث عن السيطرة علينا على حساب العقل، وعندما نكون تحت وطأة الغضب فإننا نرفض أن نفسر الغضب نفسه. المشاعر تمنعنا من رؤية الحقيقة كما هي، وتدفعنا لاختيار القرارات الخاطئة، وهذه القرارات هي التي تنعكس سلبا علينا، فنستمر في تغذية دورة الغضب والإحساس بالظلم. وبالنسبة للرواقيين، الغضب هو الشعور الأكثر ضرر، لأنه إضافة إلى أنه يبعدنا عن طريق الحق، فإنه يجعل منا أول ضحية لهذه الأفعال والأحداث. إن الأمر الذي يقلق الأفراد ليس هو ما يوجد فعلا في العالم الخارجي، وإنما الأحكام التي نكونها عما هو موجود بشكل طبيعي. وهكذا عندما أعاني أنسب بشكل عفوي أصل معاناتي إلى سبب خارجي. عندما أغضب يعني بالنسبة لي أن هناك من أغضباني، وعندما أشعر بالإحباط والكآبة يعني بالنسبة لي أن هناك شخصا ما غدر بي، لأن في اعتقادي الآخر شرير، ولأن في اعتقادي العالم كله ضدي. الرواقيون يرفضون ما يتهيأ لي، ويرون بأن ليس الأشياء هي التي تمسنا بالسوء، ولكن الطريقة التي تفاعلنا بها مع الأشياء هي التي أدت إلى المعاناة. وهكذا يرون أن ليس غدر صديقي هو ما يؤلمني، ولكن ما يؤلمني هو الغضب الذي أشعر به ضده. إذن نحن مسؤولون عن غضبنا، ولا يتحمل الآخر أي مسؤولية. أنا أتحمل كامل المسؤولية نتيجة طريقة رد فعلي مما يفعله الآخرون. الرواقيون يؤكدون أننا نتحمل فعل المسؤولية فيما يخصنا، ولكن دون ذلك فنحن حل من أي مسؤولية. الغضب الناتج عن رد فعل انفعالي سبب لي الكثير من الآلام، فإذا تعلمت كيف أفصل الأشياء عن الأحكام التي أكونها سأتحرر من المشاكل التي لا علاقة لها بها. نحن تحركنا رغبة بأن يعترف الآخر بإمكانياتنا، أن يعترف بما نقوم به. نحب أن نتلقى التهاني التي تؤكد قيمتنا وقيمة أفعالنا. هذه الإحساسات جزء من الطبيعة البشرية، وهي تؤدي وظيفة نفسية عميقة ترفع من قيمة تقدير الذات واعتراف الآخر بها. لا شيء يحبطنا في هذا العالم وفي هذه الحياة، ولا شيء يقلقنا أكثر من عدم اعتراف الآخر بنا. لا شيء يؤلمنا أكثر من لا مبالاة الآخر إزاء ما نقوم به من جهود، ولا شيء يزيد من معاناتنا أكثر من غياب الشكر. إن الرغبة في أن نحصل على تقدير الآخر يترجم في ذواتنا تلك الحاجة التي تسكننا في أن نشعر بأننا مهمين في نظر الآخر. ولكن حسب الرواقيين، حينما نتصرف مثل هذا التصرف ونحدد أفق انتظاراتنا في هذه المشاعر، فإننا نرهن قيمتنا في حكم الآخر علينا، أي نرهن وجودنا في شيء يوجد خارج إرادتنا، لأننا لا يمكن أن نتحكم في رؤية الآخر،
لا يمكن أن نرغم الآخر على أن يرى في ما أراه أنا في ذاتي، لا يمكن أن أطلب منه الانتباه إلى ما أبذله من جهد، ولا يمكن أن أنتظر إدراكه لقيمتي. غالبا يخيب ظني لأنني لا أجد هذه الانتظارات، ولكن يصر رواقي على أنه لا يجب أن أعاتب الآخر أو أن يكون لي رد فعل عنيف ضده، لأن هذا رد الفعل قد يتعدى الغضب ليصل إلى الكراهية. ننتقل إلى مقولة أخرى من مقولات الرواقيين التي تهدف إلى أن تعلمنا فن العيش وتحقق في ذواتنا السعادة. تقول هذه المقولة: عندما ترفض أن تتعلم كيف تتمنى، سأعلمك كيف تريد. التمني هو أنك ترغب في شيء لا تتحكم فيه، ولكن أن تريد يعني أنك ترغب في شيء يعتمد على إرادتك. تمني ينظر إليه عادة على أنه شعور إيجابي، بواسطته يمكن أن نتحمل المصاعب والمشاكل والمعاناة في انتظار غد أحسن وأجمل، في انتظار غد مشرق. يقول المثل: الأمل يمنحنا الحياة. ولكن الرواقيين عكس ما نراه، يرون أن التشبث بالتمني هو الاعتماد على المنتظر، هو التشبث بحادث لا نتحكم في طبيعة حدوثه. وهكذا يرون أن التمني يجعلنا في موضع تكون فيه العوامل غريبة عنا، عوامل الحدوث غريبة عنا ولا نتحكم فيها، وبالتالي لا يمكن أن نعرف نتائج التمني وانعكاسات هذا الانتظار. ويقدم لنا الرواقيون البديل، وهي الإرادة، هي قوة الفعل. ويمكن أن نشبه التمني انطلاقا من رأي الرواقيين بأنه بمثابة لعبة قمار، حيث سنشعر بالخيبة عندما لا نختار الأرقام الرابحة. من هنا أن نريد هي أن نعطي لأنفسنا وسائل خلق هذه الأرقام الرابحة في حياتنا. إذن حسب الرواقيين علينا أن نعوض التمني بالإرادة، أي الإرادة القائمة على الوعي بقدرتنا على التأثير وليس على تقلبات الصدفة. يرى الرواقيون أننا نملك القدرة على إحداث أشياء دون أشياء أخرى، لنا القدرة على التأثير في العالم في حدود شعاع دائرة فعلنا. مقولة أخرى من مقولات الرواقيين: كل ما يمكن للإنسان لا يمكن أن يكون فوق قوته. الفلسفة الرواقية هي فلسفة الوضوح، أن تكون واضحا يعني أن ترى الحقيقة بطريقة عقلانية بدون أن تعكس عليها أضواء أمانيك أو ظلال ملاحظاتك. إن تصورنا للممكن ولغير الممكن يحمل في غالب الأحيان بصمة تشاؤمية، إذ نعلن عن فشلنا قبل أن نبدأ أحيانا كثيرة، هزمنا أنفسنا قبل أن نمنح لأنفسنا فرصة النجاح. وعندما نعلن عن فشلنا قبل أن نبدأ فإننا نهزم أنفسنا قبل أن نمنح لها فرصة النجاح. هذه المقولة نداء للوعي بقدرتنا على الفعل، وكما هو من الوهم إرادة تغيير ما لا نتحكم فيه، فمن الغباء أيضا أن لا نرى الأشياء التي نتحكم فيها ولا تفصلنا عنها إلا إرادة الفعل. فلسفة الرواقية ليست فلسفة سلبية تجاه الأحداث، وإنما هي فلسفة الفعل الواعي الذي يميز بين ما لا نتحكم فيه ولا نستطيع تغييره، وبين ما نتحكم فيه ويمكن أن يتغير. حتى نستوعب
هذه السعادة، هذه الفلسفة العملية. سنورد مقولة لجان بول سارتر يقول فيها: المهم ليس ماذا صنعنا منا، ولكن ماذا نفعل مما صنعوه منا. سارتر زعيم الوجودية يا مدرسة فكرية تؤكد على أن للإنسان الحرية المطلقة، وأنه لا يخضع لأي قيد آخر غير الذي يعطيه لنفسه. يرى سارتر أن الوجود الإنساني هو عبارة عن سلسلة من الاختيارات، في كل ثانية جديدة من حياتنا نواجه اختيارات ممكنة لا نهائية. ولكن ما هي العلاقة بين حديثنا السابق عن الرواقية وهذا الحديث عن فلسفة سارتر؟ سارتر يبين لنا أن الإنسان هو سيد مصيره وقداره، ولكن لا يمكن أن يغير ما خلقت فيه الحياة، ولكن له قدرة الفعل فيما يخصه الآن. ليس لنا القدرة لتغيير ماضينا، ولكن نحن أحرار للفعل في الحاضر من أجل بناء المستقبل. بالنسبة للرواقية هي فلسفات أعادت للإنسان قدرته في التحكم، ولكن هذه القدرة محدودة، لا يمكنها أن تتجاوز دائرة تأثيرنا، لأن هناك ما يعتمد علينا وهناك ما لا يعتمد علينا. هناك ما نستطيعه وهناك ما لا نستطيعه، ولكن حينما نهتم بما لا يعتمد علينا سنهمل إمكانية التغيير في محيطنا. من خلال هذا العرض يتبين أن الرواقية اهتمت فعلا بفن العيش، حاولت أن تقدم لنا الآليات لنحقق هذه السعادة، بينت لنا كيف يجب أن نتعامل مع العالم الخارجي، وضحت لنا طبيعة العالم الخارجي وطبيعة الإنسان، بينت لنا كيف أن الأحكام المسبقة القائمة على الانفعالات هي التي سوف تفسد حياتنا. السعادة تنطلق أساسا مما يمكن أن أفعله، بينت لنا كيف أن التمني لا يمكن أن يكون أسلوبا في حياتنا، وإنما الأسلوب الصحيح مرتبط أساسا بالإرادة، إرادة الفعل في الواقع. ولكن هذا الفعل في الواقع رهين بمدى قدرتنا على التأثير في دائرة محيطنا. بهذا أكون قد انتهيت من الحديث عن السعادة انطلاقا من رؤية الفلسفة الرواقية. قد نتحدث عن السعادة انطلاقا من رؤيات فلسفية أخرى، مثل رؤية نيتشه على سبيل المثال. ولكن قبل أن نصل إلى هذه الرؤية أقول لكم: انخرطوا في قناة إنيفرساليس للثقافة والفن ليستمر توهج العطاء. إلى اللقاء.